أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيبدأ الجسر الجوي بين القاهرة وجدة عشان عودة حجاج القرعة، ربنا يتقبل منهم. وكمان النهاردة هتنطلق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلعية، وكمان في مباريات مهمة في الدوري المصري. خلونا نشوف التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، بعثة حج القرعة اللي بتشرف عليها وزارة الداخلية هتبدأ في تسيير الجسر الجوي بين جدة والقاهرة لإعادة حجاج القرعة عقب انتهائهم من أداء مناسك الحج. وقامت غرفة عمليات البعثة برفع درجات الاستعداد لإعادة الحجاج بسلامة الله إلى أرض الوطن. النهاردة هتنطلق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلعية، واللي بتأتي في توقيت مهم لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض في جميع المحافظات. وهتقوم لجان الأطباء البيطريين بتحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرض الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع بالتعاون مع إدارات المحليات بالمحافظات. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراتين في إطار الجولة 24 من عمر المسابقة. هيلتقي إسترن كامباني مع مصر المقاصة الساعة 6:30، وسيراميكا كليوباترا مع الاتحاد السكندري الساعة 9 بالليل.